بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم اعلموا عباد الله أن من الأمور العظيمة التي دعا إليها ديننا الحنيف وندبت إليها شريعة الإسلام لزوم الأدب وتتميمه وتكميله والمحافظة على الخلق والعناية به غاية العناية، فإن عنوان سعادة العبد وعزه وفلاحه في الدنيا والآخرة بلزوم الأدب، فما استجلبت الخيرات في الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلبت إضاعتهما بمثل إضاعة الأدب عباد الله. والأدب عباد الله قد هيئت نفوس الناس له، فإن النفوس نفوس بني الإنسان مهيئة مستعدة للأدب أو لضده. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبين سبحانه أنه جل وعلا سوى النفوس وهيأها وألهمها الفجور والتقوى، فهي نفوس مستعدة لهذا أو ذاك. وأخبر جل وعلا أن الفلاح إنما يكون لمن زكى نفسه بأن يكون سلك بها سبيل الزكاء وألزمها الأدب والخلق وقيدها بقيود الشريعة وآدابها. وأخبر جل وعلا أن من دس نفسه أي قمعها وحقرها وصغرها وأوقعها في خسيس الآداب ورديئها فإنه لم يفلح، بل نصيبه الخيبة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفوس عباد الله مهيئة لهذا أو ذاك، والواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه على التأدب بآداب الإسلام والتخلق بأخلاق الشريعة لتسمو نفسه ولتزكو أخلاقه ولتعلو درجته وترتفع مكانته في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الأدب هذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي تعني اجتماع خصال الخير في العبد. إنها عباد الله تعني جمال العبد في ظاهره وباطنه، جماله في أخلاقه، في جوارحه، في حركاته وسكناته، في هيئته ومظهره، في قيامه وقعوده، في حله وترحاله، في معاملته، في جميع شؤونه. الأدب لزيم المسلم في كل شيء وفي كل حال. إن كلمة الأدب عباد الله
تعني زكاء العبد في كل حال وفي كل مجال. بالأدب عباد الله تزكو النفوس وتتهذب الأخلاق وتطيب القلوب ويجمل الظاهر والباطن. بالأدب عباد الله تبتعد النفوس عن رعوناتها والقلوب عن شرورها والأخلاق عن رديئها وسفسافها. بالأخلاق عباد الله والأدب ترتفع منارات الدين وتتسع رقعته ويكثر دخول الناس فيه. وتأمل هذا رعاك الله في قول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عباد الله، إن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قدوة في كل شيء، وقد كان عليه الصلاة والسلام متمما للأدب مكملا للخلق، حتى إن الله جل وعلا قد أقسم في القرآن الكريم على كمال خلقه وأدبه، وذلك في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: هو أدب القرآن. ومعنى ذلك عباد الله أن كل خلق في القرآن وأدب دعا إليه كتاب ربنا عز وجل قد اتصف به نبينا عليه الصلاة والسلام على أتم حال وأكمل وجه. ولهذا في الصحيحين سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. بمعنى عباد الله أنك لا ترى في القرآن خلق لا ترى في القرآن خلقا ولا أدبا إلا وقد اتصف به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على أتم وجه وأحسن حال. كان يأتي إليه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يرى أدبه وخلقه وطيب معاملته عليه الصلاة والسلام إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. عباد الله، إن الأدب شأنه في الإسلام عظيم ومكانته في الدين رفيعة، وكلما عظم حظ العبد من الأدب عظم حظه من هذا الدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب الناس مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عباد الله، وينبغي علينا أن نعلم أن الأدب أنواع ثلاثة لا بد من العلم بها وتحقيقها وتطبيقها: أدب مع الله جل وعلا، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع عباد الله. ولنتأمل هذا المقام العظيم. أما الأدب مع الله جل وعلا عباد الله فإنه يكون بالحياء من الله جل وعلا ومراقبته في السر والعلانية وخوفه جل وعلا والإقبال على طاعته والبعد عما نهى الله عنه، كما قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. إن الأدب مع الله جل وعلا فرع العلم به سبحانه، فإن أعظم الناس أدبا مع الله هم أعظم الناس وأكثرهم علما به وبأسمائه وصفاته سبحانه. ولهذا قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. عباد الله، وأما الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون
بمعرفة قدره عليه الصلاة والسلام ومعرفة مكانته وأنه رسول من عند الله وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الناس دين الله على أتم وجه وأحسن حال. ومن الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بل عين الأدب معه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. عباد الله، أفمن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بطاعة فنأبى وأن ينهانا عن معصية فنقبل عليها؟ أين الأدب معه عليه الصلاة والسلام؟ ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام ألا نتقدم بين يديه لا بقول ولا بعمل، فلا نقول حتى يقول ولا نفعل حتى يأمر، وذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهو عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا، يجب الأدب معه، يجب الأدب معه عليه الصلاة والسلام بطاعته ولزوم هديه والتقدم ولزوم هديه ولزوم سنته وعدم التقدم عليه عليه الصلاة والسلام. عباد الله، وإن البدع المحدثة والآراء المنكرة وإن استحسنها أصحابها فإنها في حقيقة أمرها على خلاف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ذلك عليه الصلاة والسلام ناصحا للأمة ومبينا ومحذرا. فمن الأدب معه عليه الصلاة والسلام أن نلزم سنته وأن نبتعد عن الأهواء والبدع المحدثة. عباد الله، وأما الأدب مع عباد الله فإن لكل منهم حقه من الأدب، فللوالدين أدب، وللجيران أدب، وللمعلم أدب، وللزملاء والأقران أدب، ولكل أدبه الذي يخصه ويليق به، ولكل حال من الأحوال أدب. فالطعام له آدابه، والدخول والخروج له آدابه، والبيع والشراء له آدابه، والكلام له آدابه، وكل مجال من مجالات الإنسان جاءت الشريعة بآداب رفيعة وأخلاق حميدة توجه العبد ليسير على أدب رفيع وخلق عال في تعامله كلها وفي أحواله جميعها. فما أجمل عباد الله أدب الشريعة، وما أجمل عباد الله أدب المؤمن مع ربه وخالقه وسيده ومولاه، وما أجمل أدب المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقيد بسنته ولزوم هديه عليه الصلاة والسلام. وما أجمل عباد الله لزوم آداب الشريعة مع عباد الله جل وعلا بمعاملة كل منهم بالمعاملة اللائقة المناسبة. والضابط في ذلك أن تأتي للناس أخي المسلم الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهب لنا ولكم من أنفسنا رشدا، وأن يؤدبنا بآداب الإسلام، وأن يجعلنا متخلقين بأخلاق الشريعة، وأن يعيذنا من رديء الأخلاق وسيئها، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.